شنو هو؟ واش راه دابا؟ ماشي بنتي ماشي بنتي شو؟ قالت لي اه راه كان دا واحد جوج بنات كان مراتو تاهي يسبح فيها تاهي يسبح فيها واش هادي قلتي مرات هنايا؟ اه الاخرى شي مرة واحدة اخرى عندو هنايا؟ اه صاحبي اللون هذيك عندو شي تعنيق واش باهي منو حيت راه واقيلا راه غير كاع يسول بي غير عند القيد دابا عندنا حداك. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في الحلقة الثالثة من برنامجكم يكون خير. الحلقة ديال اليوم مختلفة على كاع الحلقات اللي درت في حياتي كاملة، وأنا جيت سعيد أن هذه الحلقة غدوز اليوم وغادي تشوفها، وبلا شك حتى أنت غتعجبك لأنها من أجمل النهايات اللي ممكن يشوف شي واحد. الحلقة ديال اليوم غادي نكملوا في الجزء الثاني في القصة ديال فردوس اللي تتقلب على الأخ ديالها هي والأم ديالها خالتي عائشة اللي عطاو ولدهم في واحد الخيرية في واحد السبيطار في مدينة قنيطرة. ومنين سالينا من التصوير ديال الحلقة وتنتسناو الفجر لأن هذه الحلقة تصورات في رمضان، جلسنا احنا وخالتي عائشة والفريق ديال العمل وبنتها وانا نسولهم فين هو الاب، وغنكتشف ان الاب براسو ما عارفين عليه والو، مجرد ان الاسم ديالو محمد العمارشي وخالتي عائشة كانت عايشة معاه في طنجة ومكثرة الظلم ديالو والحقرة ديالو هزات بناته وهي تهرب لمدينة قنيطرة. نقول انا وفريق العمل علاش لا اننا نهزو فردوس امها ومشيو نقلبوا على هاد محمد العمارشي الملقب بالروبيو رغم العناء ديال السفر في رمضان كما غادي تشوفوا معنا في هذه الحلقه. السلام عليكم، كما شفتوا دابا حنا غاديين شادين الطريق فين فينا فردوس نقلبوا على باباين فردوس نجربوا هذه المحاوله حتى هي، خليكم معنا. شكون في حالك في الدنيا يبغيني يا عاشق غالي إلى راح الغالي ما يحس بيها غير اللي حلو من حالي حتى الدمع ما قدرة توسيني شكون في حالك في الدنيا يبغيني. وصلت لمدينة طنجة وتعلمت من هذا البرنامج هذا ضروري خاصك تلقى راس الخيط، وبطبيعة الحال ما يمكنليش نلقى راس الخيط الا في الدار اللي كانت ساكنه فيها خالتي عائشة مع راجلها الروبيو. حتى غادي نكتشف ان كاع الناس اللي ساكنين في ديك الدار ولا في داك الدرب توفاو مجرد اللي عايشين حفايدهم ولا ولادهم وما عارفين على القصة والو، وهادشي زاد حبطني بزاف. وتنقول واش نرجع لعند فردوس ونقول لها سمحي لي راني ما لقيتوش ولا شنو ندير، بينما انا راجع في حالتي باش نقول لفردوس سمحي لي ونطلب منها الاعتذار، وانا نسول الام ديالها خالتي عائشة منين تتقداو، وهي تقول لي اه راه كاين واحد الحانوت كنا تنتقداو منه. قلت لها واش ممكن نمشيو ليه؟ مشيت ليه وانا نلقى بان كاين واحد الولد صغير، قلت لي كما حتى هو مات، ونقول له ممكن نهضر مع الاب ديالك؟ قال لي ممكن، دوز لي الرقم ديال الهاتف، هو يقول لي اه تنعرف الروبيو. باش نختصر لكم ان كانت واحد تيوريني الواحد ووراني واحد حتى غادي نوصل للدار ديال الروبيو ديال محمد العمارتي. حاليا احنا غادي نمشيو نشوف واحد البلاصه قالوا لنا راه كاين تما. السلام عليكم. عطاونا واحد النعت قال لك راه كاين تما ويلا نشوفوا لعل وعسى نلقى. نتمنى الله الخير. ها؟ ان شاء الله يكون خير. ان شاء الله. ومنين وصلت ليها دخلت عنده وانا نشوف واحد الراجل كبير في السن. قلت له السلام عمي محمد. كنت تنظن بانه غيفرح الا قلت لي راه بنتك جات تتقلب عليك. قلت له راه بنتك فردوس راه جات لعندك. وتيقول لي علاه ما تتقلب ولدي؟ قلت له محمد العمارشي. قال لي انا ما سميتيش العمارشي، انا سميتي العمراني. وانا نقول ويلي تشابه في الاسماء او فشلت عاوتاني مره اخرى؟ يلا باغي نهبط مع الدروج ولكن تنشوف في الملامح ديال الوجه جاني كاين واحد الشبه كبير بينه وبين بنته. وانا نقول الفريق ديال العمل بلا ما ينتبه في ميساج طلعوا لي الام ديال فردوس خالتي عائشة. ومنين طلعت تقول لي اه
هذا هو باش ما كنت مزوج، هذا هو محمد العمارتي الملقى بالروبيو. ولكن مع الأسف، مع الأسف تيرفض أنه يشوف بنته ولا يتلاقى بها ولا يسمع حتى صوتها. والمرأة قلت 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 تجوجة بها بس 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 يا ملك التب الله أكبر أنا أجمع كل هذه من تابي أخوان 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 ما باش عاوني 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 ها؟ مع الأسف كما شفتوا معنا رفض أنه يتلاقى بها. ومنين طلعنا ليه بنتو قلنا لها بغينا غير تعنقك، جرى عليها وقال لها واش أنا غادي نولد وحدة بحال هذه، سيري خرجي عليها برا. ومشينا منكاسرين وهبطت لتحت. أنا أسف تنتفكر هادشي، كانت لحظة صعيبة والله. المهم ما عرفتش هاد اللقطة واش غدوز ولا لا، مي كانت بالنسبة لي تنتفكرها صعيبة، بأن باك يجري عليك و هبط لتحت وأنا نشوف في عيني الفرداش وأنا نلقاها تتبكي. تنقول عايلي إحساس صعيب عمرها غتنسى هاد اللحظة، وتنظن أنها غتكون أخيب لحظة حياتها كاملة. فأنا قلت للدراري راه ما يمكن ليش نرجع، وشنو بان لكم نحاولوا واحد المحاوله اخرى. دراري قالوا هاد الانسان صعيب تفهم معاه، وانا نقول ديك مراتو لانه مزوج مرا اخرى، وبالعلم انه مزوج 6 ديال العيالات ماشي غير مرا، 6 ديال العيالات اللي مزوج بهم، كاين اللي مزوج بها بالوراق وبلا اوراق. وحاولنا مع مراتو ورغبناها ولقيناها من اطيب خلق الله، داتنا عند الزوجه ديالو اللي كانت قبل باش نلاقيو فردوس مع خوتها كما غادي تشوفوا، وغادي تتلاقى مع خوتها. شحال الدمسه هذا؟ هذا شحال متجوز راجل؟ شحال الدمسه؟ راسي ديالي؟ اه انا الخامسه. انت الخامسه؟ وما عمرو عاودك بلي على تجي راجل؟ لا كان قال لك راه مشات شي مرا. لا هما قدام الفلوس. ما عمرو قال لك راه عندي شي جوج بنات. ما تصدمتيش انتي بهدا؟ عرفت نمشي معاك ولا بلاش؟ نمشي معاك نمشي معايا نوريكم الدار صافي نمشي نوريك الدار ونمشي معاك صافي راه جاية ها؟ سي الله يعطيك الجنة فضل الله، سي الله يجازيك بالخير. واجي معنا اجي معنا اخالتي، اجي اجي معنا صافي نتسناك تما اخالتي حدا الطونوبيل يلا واخا نتسناك، ما نعرفش نخرج من لهنا. تا اختها ما بغاش تشوف اساك هي راه جايه كانت كتشوفها. عارفي القصه هاد المراه هادي مراتو قالت لي اه راه كان دا واحد جوج بنات كان كانت مراتو مراتو تا هي يسبح فيها. اه تا هي يسبح فيها. واش هادي قلتي مراتو هنايا؟ اه الاخرى شي مرة واحدة أخرى عنده. اه صاحبي اللون هذيك عندو ست عيالات صاحبي. ست عيالات عندو؟ اه خمسة اللي معروفين وخالتي عيشة ستة ما معروفاش. انفيزيبل. اه ورقة هي من مدري ها؟ اي امك على امك تعرف واش الثانية ولا الثالثة هو قايل. اجي سلمي على اختك. سلمي لها. وتا نقول السلام ديما بعد على اختك هادي. هذيك راه بنت اختك عارفه ملي اختك سميتها سناء وراه عارف راه عندك اختك سناء باش عرفتيها؟ كانت معاكم في الدار شنو هذا دابا انت تلقيتها؟ وصلت لقيتها ديال الفطور وحنا نعرضوا على اختها قلنا لها واش ممكن تجلس معاك اختك شي شويه وفي نفس الوقت تفطري معنا ووافقات. ومني وصلنا تنفطروا
وحنا نقولوا له واش ممكن انك تدخلي ما بين اختك وباك، لانها هي متيقنه ان هذوك راه خوتها، لانها كانت عايشه معاهم فاش كانت صغيره. وداكشي اللي كان وافقت الاخت انها تتدخل في هذا الموضوع، ومشات عند باها ورغباته وقالت لها انا متاكده ان هادو خوتي وكانوا عايشين معايا فاش كنا صغار، وكنت نعرفهم وكنت نلعب معاهم. الا كان ممكن ابا ما بينك وبين القبر والو، انا تنطلبك انك تعترف ببنتك. مامي سكنا معما وكينا سنة على خدامة لأولا سنة خدامة في الرابع يقول لك اه بنتي، واخا انا موافق انني نشوفها. كما غادي تشوفوا اجمل تعنيقه شتها في حياتي. اشبك غالي لا راح الغالي ما يحس بيا واش باين من احترام واقيلا راه غير عقلي زوبي غير عقلي تمام ما قدرة توسيني شكون في حالك في الدنيا يبغيني واش بقى لي فردوس شنو الاحساس ديالك فاش لقيتي باباك؟ اخيرا تحيد لك داك الحمل. حيت دابا المشكل هو تكوني ما عارفاش والمهم تعرفي بعدا شكون وخوتك شكون هما، هو الاساس والحمد لله حيت عرفتي ماشي مازال شي حاجه اخرى باغا تقوليها. شكرا لك انت هي، شكرا للادمين بوشرى هكا حيت قالت لي شكريني ياك غزال. شكرا لفريق العمل كامل، شكرا محمد، شكرا لهم كامل اللي قاموا بالدور الكبير هذا. واجب الى عجبتك هذه الحلقه ما تنساش انك تشارك وتخلي لنا شي جيم وشي كومونتير، وانتظروا مازالين حلقات واحده اخرين ويكون خير.